علي يلي قلته امبارح انه في شغلات مستحيلة وهالشغلات ايه فيك تنساه كله، بس رح تعصب علي؟ كأنك عم بتعارضني علي. لا لا بنوب ايه معناتها اسمعني منيح، ما بعرف اذا حتسمع مني هالشي مرة تانية ولا لا. لو شو ما صار لازم تضل مأمن طول ما انت عايش. كنت منيح اليوم. سمعتوا؟ الدكتور قال لي شي منيح، ليش ما في حدا هون؟ سيد جونيش؟ سمعت شو قال لي الدكتور فرمان من شوي؟ لا مولاتي سمعتي شو قال؟ ايه شو هالحكي هاد قال مولاتي؟ قال مجنون انت؟ لا تزعل سيد جونيش، مثل ما قال الأستاذ فرمان لازم تضل مآمن طول ما انت عايش. بنتي نازلي؟ نعم أستاذ. بصراحة علي خوفني شوي ليلة امبارح. ايه صح سمعت الصوت. من فترة ملاحظ انه انت وعلي كتير بتتفقوا. اللي بدي اقلك يا اذا فيك تهتمي فيه شوي برات المشفى. أستاذ طبعا بدي، يعني انا وعلي منتفق مع بعضنا كتير، بس الأستاذ فرمان ما بده يعني احكي مع علي كتير، قال هذا الشي ما نو منيح. شو هالحكي هاد؟ فرمان يعني بده يتدخل بكل شي؟ خلص أنا بحكي مع فرمان. طيب أنا تحت أمرك يا دكتور. برافو عليك. نازلي لازم تعرفي منيح إنه علي ما بيتخلى عن عاداته بسهولة وما بيكون صريح، فممكن يقاوم، لهيك من الأفضل بإنك تصري عليه شوي. ما بعرف إذا بدك فيك تدقي بابه اليوم المساء لحتى ما يحس حاله وحيد، بس خبريني شو بيصير معك. اتفقنا؟ طيب اتفقنا. أنت لا تاكل هم، لكني أنا رايحة فورا لعنده. ماشي تصبح على خير. وأنت من أهله إن شاء الله يكون خير. مرحبا نازلي. مو رح نحكي براحة أكتر لو فتحت الباب علي؟ مرحبا. ما شفتك وأنت طالع من المشفى. ايه طمني استقريت بالبيت ولا لسه؟ بلا. ايه ما بدك تفرجيني؟ فيني فوت؟ علي انت استقريت ومزبط كل امورك؟ ايه بس في عندي هي، ليكي هي الكنباية وهي 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 الطاولة كلهم هدية من الاستاذ عادل. بس في شي ما فهمته، اذا انا عايش لحالي بالبيت ليش في 4 كراسي؟ ايه وشو فيها؟ في أنا وآشلي كمان، ورح نجي لعندك الفترة والتانية. أنت رتبت الكتب بحسب الأحرف الأبجدية مو هيك؟ ليش في طريقة تانية؟ تختي الكلوب والأرنب. مبسوطة بمعرفتك. صحي نسيت قلك، بعت لنا الأستاذ عادل كل فترة. ما بظنه يجي كتير. شبك عم بمزح علي؟ مزح. البيت صار حلو.
واو، 10/10 بالترتيب علي، والله برافو عليك. شوف هاد، انت شاطر. ها، فيني افتح هاي؟ طبعا طبعا. شو هاد؟ مي. طيب شو رح تاكل المساء؟ عم فكر اطلب توست، اكله سهل وانا بحبه. صار عندك 9/10 علي. شو اعمل؟ ما لازم تعمل شي، انا يلي رح اعمل، رح جهز الاكل ومناكل مع بعض. ماشي. انا ما باكل كل شي. لا رح تاكل، الكل بيحبوا اكلاتي. انا ما باكل كل الاكلات. ما بدي اعتراض بالمرة، الحقني لشوف. علي، المفتاح. تفضل علي. لا هيك منيح. طيب شو بتحبوا تحضر الطباخة نازلة؟ في لحمة مفرومة بالثلاجة من امبارح، فينا نحضر منها شي. حلو، معكرونة باللحمة. تترك طعمة غريبة بتمي. بالله عن جد عم تحكي؟ انسى. في صدر دجاج، بتحب نعمل منه شي؟ كمان الصدر بضايق لي تمي. كفتة وبطاطا بزيته شفافي، ما بتعجبني. لقيتها، نعمل إمام بلدي، يعني فائد وعيه، كتير طيبة. اسمها ما حلو بنوم، يعني بهالحالة أكيد رح أفقد وعيي. طيب معناتها خلصوا أموركم وأنا رايحة على غرفتي، بدكم مني شي؟ يلا سلام. سلام، شوفكم. علي، معناها شو رأيك نروح على البراد ونشوف المواد يلي فيه ومنحضر يلي بيعجبنا؟ موافق. يلا. تمام، شو رأيك شو بدنا نحضر؟ بيض. عن جد عم تحكي؟ يعني كل هالشي الموجود بالبراد ما لقيت غير البيض؟ طيب معناها بيض بالبندورة، شو رأيك؟ كبيرة شوي وهي صغيرة شوي. طيب تمام، لازم نقشر القشرة. ليش ما قلت لي هالشي قبل ما أقطعه؟ ليش؟ إذا ما بتاكل بعد هالشي رح ورجيك شو بعمل. شو بدك تورجيني؟ وأخيرا الأكل صار جاهز. شكرا نازل، يعطيك العافية. تفضلي علي. تمام، شكرا كثير. زيتون. أنا رح فوت على غرفتي وكمل الحلقة اللي كنت عم شوفها من المسلسل. صحة وهنا. على قلبك. وانتي على قلبك. تركك منها، يلا كمل الأكل. صحة وهنا. أنا ضايقتك وانتي عم تحضري الأكل؟ كتير أحيانا بكون عم ضايق الناس، هيك بيقلي الأستاذ عادل. لا، ما تضايقت منك، بعدين متعودة، لأنه أبي كان يضايقنا كمان. ليش؟ من الكحول. زعلت؟ لا تزعل، ما عاد موجود بحياتي وما عاد بيعني لي شي بنوم. ليش؟ كل شخص لازم يكون أبوه بجنبه. Thank you.
هلا انت دائما كل شي بيخطر ببالك بتقوله فورا علي. ايه هالشي سيء؟ لا هالشي كتير منيح، لا في سر ولا في كذب، يعني مانك مثل الرجال التاني وعم تحاول كمان انك تطور مهاراتك بالتواصل. مزبوط، اليوم تعلمت شي كتير مهم نازلي. شو هو؟ لازم اسمع الناس بس آمن بالمستحيل. حلو هالحكي. شكرا كتير لإلك لأنك عزمتيني لعندك. الناس بالعادة ما بيرغبوا فيني. ما تهتم لهدول الناس، بعدين أنا يلي لازم أتشكرك علي. شوف أنت صرت جاري اليوم ورفيقي بنفس الوقت، قديش حلو. يلا خلينا ناكل. أعجبك الأكل؟ ايه الو نعم، فاضية شوية بليز؟ إذا قلت لك لا رح تسكري؟ طبعاً لا، أنتِ لازم تسمعيني. حكيت اليوم مع المحامين، طلبوا أجر ساعة مشان اجتماع اليوم وما وافقوا غير هيك. طيب ما في مشكلة. وشو يعني ما في مشكلة؟ بليز نحن ما فينا ندفع مصاري مشان هالشغلات ولازم ندير بالنا أكتر. ليش؟ بصراحة باين إنه خبرتك كتير قليلة، لأنه يا بليز بعد موت أبوكي الأشخاص يلي كانوا عم يمولونا في منهم سحبوا أرصدتهم وما عاد بدهم يشتغلوا معنا، يعني نحن لازم ندير بالنا أكتر من هيك بهالمشفى. أنتي مانك حاسب اللي عم يصير معنا؟ يعني لدرجة ما فينا ندفع مصاريف المحامين؟ لازم نكون اقتصاديين أكتر من هيك ماشي؟ يعني نحن ما لازم إنه ندفع مصاري على أمور ما لها طعمة أبداً. أنا عم حاول إني أشرح لك بس أنتي ما عم تسمعيني. بنوم لازم نلاقي حل بأسرع وقت، وإلا عن قريب ما عاد نقدر ندير هالمشفى. طيب ماشي سلام. شو هالمصيبة؟ أنا أجيت. أهلين وسهلين. عمري؟ شوفي ما في شي. أنت مخبية شي عني؟ لا بس تعبانة شوي. طيب ماشي خلينا نحكي بقصة الولد. بترجاك فرمان مو وقتها أبدا. اسمعيني قلت لك مو وقتها. بترجاك اسمعيني. بترجاك الحياة مليانة معجزات يا بليز، أنا ما بدي انحرم من هذا الشيء. بنو الطفل رح يكون. قلت لك مو وقتها أبدا. قلت لك بترجاك وانت ما عم تفهم علي هالشي. مو وقتها أبدا فرمان. فهمت فهمت. سألتك سؤال لأعرف شو بده يصير بمستقبلنا وهيك بيطلع جوابك؟ بتشكرك. هاي نازلة. أهلين بنتي. مرحبا، كيفك أستاذ؟ أهلين وسهلين، شو عملتي؟ مثل ما قلت لي لما طلعت من المشفى رحت شفت علي وبعدين مسكت إيده وإجينا سوا على البيت وحضرنا الأكل وأكلنا. وكيف رضي إنه يجي؟ والله أول شي ما كان بده يجي بس أصريت مثل ما قلت لي. برافو عليكي. هلأ ارتحت. نازلي
بدي اياك تديري بالك على علي لو سمحتي لبين ما يتعود. لا تاكلهم ابدا استاذ، عم اهتم بعلي كرمالك، لا تاكلهم. يا للاستاذ مراد اللي بالغرفه 409 بدنا نعيدها. طيب استاذ فيكن تروحوا. ماشي عفوا. نازلي استاذ عندي خبر لك ما راح تصدقه ابدا. عم بسمع. قبل شوي رن التليفون. ايه والخبر يلي سمعته. سيد ايه؟ فرمان بدي اخذ ثانيه من وقتك لو سمحت. استنيني دقيقه راجع لك. نعم سيد بليز. انا بعتذر مره ثانيه يا روحي. مره ثانيه صح، انا بعرف انه التوتر عم يزيد بالايام الاخيره بس بوعدك اني عوضك. بعتذر. سامحتني. سامحتك. معناتها بدي اطلب منك طلب صغير. بس انا واثق انه هو ماله طلب صغير يا بليز. لا يعني مو طلب كبير، طلب صغير. عنا مستثمر بالمشفى ورح نعمل له عملية اليوم، بهزات أشيكتان، بدي تهتم فيه بشكل خاص لأنه مهم بالنسبة لإلي. مريض من الشخصيات المهمة. طيب رح أهتم فيه. بتشكرك. بالمناسبة هو مريض السيد تانجو. كيف؟ أنا رحت. ما دخلني، ما لي علاقة بنوب. ايه نازلي شو كنتي بدك تقولي؟ قدرنا نلاقيك بدل العم محسن. عجد عم تحكي؟ طيب وين لقوا؟ بالمشفى يلي بأزميت. في شخص مبارح عمل حادث على موتوره وفينا ناخذ كبده. ممتاز، فرحتيني كتير. معنا 8 ساعات بس للنقل، خبري ديمير انه يحكي مع السيد محسن ويخبره، رح يفرح كتير. وليش ما اتصل فيه انا وخبره؟ بتعرف قديش مهم بالنسبه الي. بعرف، لهيك انت رح تروحي وتجيبي الكبد. ماشي؟ بترجاك استاذ خلي ديمير يروح. ديمير ما عم بيفارقني من وقت ما صارت الحاله مبارح، فهمتي علي؟ مشان هيك ما بدي اياه يروح. انت علي. علي ممكن تجي لعندي؟ صباح الخير. مرحبا. مرحبا. بهنيك على أول مهمة لإلك خارج المشفى، رح تروح مع نازلي مشان تجيبوا كبد، ماشي؟ بس بفضل إني ما أروح. بس ما قلت لك إذا بتحب تروح ولا لا، صح؟ نازلي الوقت عم بيمر، قولوا لقسم المواصلات يدبروا لكم هليكوبتر، لأنه في كتير زحمة والمكان بعيد، يلا. نازلي. يلا. علي. علي؟ علي يلا انت منيح؟ بيان 15 دقيقة على مكان الهبوط بإزميل. طيب عن جد هالشي ظلم، خلى ديمير يخبره ونحن بعدنا نجيب الكبد. العم حسن كتير مهم بالنسبة لنا ونحن منحبه كتير. علي شو اللي صاير؟ انت ليش ما عم تحكي معي؟ طيب خليك مستمتع. يا ربي قديش بيكون فرح لما سمع الخبر. وين رح نروح؟ رح نروح ناخد الكبد. لوين بدنا نروح؟ لوحدة نقل الأعضاء. شو عم يعمل المريض هني؟ أي مريض؟ مو بدنا نطلع الكبد من المريض؟ لا أخذنا الكبد من وقت طويل. كيف يعني أخدته؟ ما عندكن علم بإجراءات العملية؟ كان لازم يكون العضو بأمان بتجويف بطن المريض. نعرف هذا الشيء، كان في شخص تاني بالقائمة قبل مريضكم، طلعناه لحتى ننقله إياه بس المريض مات وهذا اللي صار. مو منيح هالشي، مو منيح ابدا. قد ايش صار لكم مطلعينه؟ ثلاث ساعات وخمس دقائق. بقيان 4 ساعات وخمسة وخمسين دقيقة. الو ديمير، في عنا مشكلة. ما تقولي لي صار للكبد شي، العم محسن صار عنا. لا لا رح ننقل الكبد بس لازم نأسرع شوي. قد ايش يعني؟ ثلاث ساعات.
كيف؟ طيب رح حاول. ماشي. لازم ما ينزل تحت 4 درجات وما يرتفع فوق 8 درجات. واضح انه النسيج سليم. في شي صغير؟ عم تدور على ورم شي؟ لو في ورم لا شفناه مالنا عميان. واضح انك مانك اعمى، بس باين انك متوتر شوي. شاي الخزامة بريحك. علي ما في شي بنو، يلا خلينا نروح بسرعة، ما بقى في وقت. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخبارات لتكون أول من يشاهدها.